السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بهالبرد بنعمل شوربة العدس بالبروكولي. هلأ حنشوف للمكونات تبعا. نحن عم نشتغل منضيف المكونات بحسب تركيبهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هلأ هي بصل صغير مفروم ناعم مع 4 حصوص ثوم صغار، فرمتهم كمان شرائح، ومع زيت النباتي. هلأ بس يحمروا شوي منضيف عليهم المكونات الأخرى. هلأ حمرت البصلة، بضيف البندورة، راسين بندورة قطعتهم قطع صغيرة كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. منقلبهم مع البصل والثوم. بسم الله. شوي يضيف لهم ملأ الطعام عصير ليمون حامض. هلا بضيف لهم الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بغطي هون لتغلي، ليغلي المرق، نضيف العدس ان شاء الله. هلا فينا ننزل العدس. العدس انا نص كوب عدس احمر مع ربع كوب رز مصري. لازم يكون رز مصري بالشوربه لانه الرز المصري بيلتحم بيسمك المرق. هلا بدي اضيف لهم مجموعه من الاعشاب العطريه مع بقدونس، نعناع اخضر، بقدونس طبعا اخضر، مع عرقين حبق كمان اخضر، عرق اكليل الجبل، وكم ورقه زعتر اخضر بري. بسم الله. هلأ شفت أنا العدس استوى، صار فينا نضيف الكمون. ملعقة صغيرة كمون ناعم، كمان ملعقة صغيرة ملح هملايا. فيكم انتو تضيفوا اكتر من الكمية اللي انا وضعتها. هلا بدنا نفرم او نطحن المكونات هاي قبل ما نضيف البروكولي. هلا بدي اطحنهم بس ما حزعجكم بصوتها، لما اخلص برجع لكم باذن الله. هلا من بعد ما طحنناها منيح هنضيف البروكولي. بسم الله الرحمن الرحيم. وننوص تحتها ونتركها ليستوي البروكولي كتير منيح. بسم الله. طبعا عنا يسلم هتلزق بالكعب. بسم الله. انتظروني. هلا بما انها ما حطينا فيها لا لحم ولا شيء ولا دجاج، حنضيف لها مكعب ماجي مرق اللحم، لحم البقر. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا طالع ريحتها كثير حلوه من البروكولي، عاطي ريحه قبل ما حطيت المكعب الماجي. بسم الله. كثير بدها تطلع طيب ان شاء الله. نرجع نغطيها وننتظر ليستوي البروكولي. وهيك انهينا شوربة العدس بالبروكولي.
وهلا حندوقها ونشوف شو عملنا. بنرشلها رشة بقدونس خفيفة على وجهها لنجملها. بسم الله الرحمن الرحيم، بدنا ندوقها. بسم الله. ما بتوصف، ما بتوصف ابدا، ما فينا نصفها قد ايه طيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتير كتير طيبه صدقوني. اذا بتعملوها فيها الطعمات مختلفه، وطبعا مركز عليها طعمة العدس وطعمة البروكولي. هالخليط هيدا المزج مع بعضهم طالع كتير طيب صدقوني. جربوها ما بتندموا. ان شاء الله تكون عجبتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.